أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا هناك العديد من المساجد قرب أضرحة وقبور لأولياء صالحين، هل يجوز الصلاة في هذه المساجد وماذا ينبغي لنا فعله؟ إذا كانت القبور متصلة بالمساجد لا يجوز الصلاة في هذه المساجد، لأنها على قبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، قال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يصلى في هذه المساجد لأنها ليست لله، هذه مساجد شرك، مع هذه أحسن تسمى مشاهد ما هي مساجد. فأما إذا كانت القبور مفصولة عن المساجد بطريق أو بفضاء وليست متصلة بالمساجد فلا مانع من الصلاة في هذه المساجد لأنه لا محذور فيها. نعم.